السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم أنا علاء أمين في درس جديد من دروس مايكروسوفت إيجور Infrastructure as a Service. النهاردة إن شاء الله الدرس بتاعنا مليان معلومات ومهم جدا، فبطلب من الجميع إن هم يركزوا بنسبة كبيرة. النهاردة إن شاء الله هنعمل لود بالانسر ونشوف الستبس بتاعته بتتعمل إزاي. الفكرة ببساطة شديدة جدا زي ما قلنا إن اللود بالانسر ديت عبارة عن توزيع أحمال. يعني لو عندي ويب سايت او عندي داتابيس كبيره انا مش ريكومندد ان احطها على ماشين واحده، لان الماشين ديت ممكن من مع كتر الريكوست تمام او الفيزيتور اللي داخل الويب سايت بتاعي ممكن ان يحصل لها دروب داون او يحصل لها فولت او اي ايرورز تانية. فبالتالي انا بوزع الحمل بين اكتر من ماشين علشان اضمن الاستابيليتي تكون بنسبه كبيره. احنا عملنا ويب سايت المره اللي فاتت على فيرتشوال ماشين وقدرنا نكونكت عليه من جوه الفيرتشوال ماشين ديت في بيئه الايجور ومن براها اوفر انترنت. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هنعمل الفيرتشوال ماشين مع بعض الجديده ونحط عليها الويب سايت بتاعنا علشان نوزع الاحمال بينهم باللود بالانس. فهنبدا بسم الله ونروح للبورتال بتاعتنا. هنختار فيرتشوال ماشين وهنأد لفيرتشوال ماشين جديده. هنا البيزك انفورميشن اللي تقريبا خلاص احنا عارفينها. اختار هنا الريسورس كوب بتاعتي هتبقى في الافيلابيلتي ريسورس جروب. الفيرشوال ماشين بتاعتك اسمها ايه؟ اسمها ويب 2 تمام. الريجون نفسها الافيلابيلتي اوبشن لو سمحت حطها لي في الافيلابيلتي ست. فين الافيلابيلتي ست؟ اهي انا ما عنديش غير واحده اصلا فهختارها. روبيك سيستم هنختار المرة دي 2012 على اعتبار ان احنا اول فيرتشوال ماشين عملناها كانت 2019 والفيرتشوال ماشين اللي هي ويب 1 اللي عليها الويب سايت كانت 2016 والفيرتشوال ماشين ديت هنختارها 2012 كنوع من التغيير وعلشان نعرف ان اللود بالانسر مش بيحكمه نفس الاوبريتنج سيستم يبقى على كل الفيرتشوال ماشين اللي داخله جوه. هنا هيقول لي السايز هقول له لو سمحت انا عاوز اغير السايز بتاعي. خلي بالكم هنا هو قفل لي السايز اللي عباره عن 2 سي بي يو تمام، وخلى لي بس السايز المفتوح اللي اقدر اتشوز منه هو اللي عليه 1 سي بي يو، وده لاني الاكونت بتاعي عباره عن فري. فالفري انا ليا بس لحد 4 سي بي يو في كل الفيرتشوال ماشين اللي انا اقدر اعملها. فنخلي بالنا من النقطه ديت كويس جدا، لانه ممكن وانت بتكريت الفيرتشوال ماشين بتاعتك يطلع لك ايرورز فتبقى فاهمها ان انت ده وداخل بالفري اكونت. هو مايكروسوفت هنا مش هتسمح لك باكتر من 4 سي بي يو لكل الفيرتشوال ماشين بتاعتك. فبالتالي انا مضطر ان انا اختار هنا تمام اللي هي تكون فيرتشوال ماشين عباره عن 1 سي بي يو فقط. ونخلي بالنا برضو احنا ممكن نفهم النقطه دي كويس جدا لو رحنا عملنا تشينج سايز للفيرتشوال ماشين ويب 1. فهشوف لو انا عملت تشينج سايز للويب 1 اللي هي اصلا 2 سي بي يو لو خليتها مثلا 1 هيفتح لي الخيارات دي ولا لا؟ تعالوا نروح مع بعض. هنا هيسالني انت عايز تراجع؟ هقول له ايوه. هروح للفيرتشوال ماشين بتاعتي وهختار الويب 1 وهشوف السايز بتاعها كام. هنا قال لي ان انت السايز بتاعك اللي هو من نوع B2S اللي انت واخده 2 سي بي يو، فاقول له لو سمحت غيره لي خليه 1 سي بي يو فقط. وهتشوز من هنا هلاقي ده مثلا واقول له ريسايز. بكل بساطه انا اقدر اريسايز للفيرتشوال ماشين بتاعتي سواء ان انا اعمل داون او اعمل اب للمواصفات بتاع الفيرتشوال ماشين بتاعتي. احنا بعد ما نعمل ريسايز للويب 1 من المفترض ان احنا لما نكريت للويب 2 هيفتح لي الخيارات بتاع السايز اللي فيه الاكتر من سي بي يو. هنشوف مع بعض الكلام ده، ودي اول حاجه لازم ننتبه ليها في الدرس ده، لان احنا قلنا ان الدرس ده هيحتوي على معلومات قيمه جدا ولازم
نكون مركزين فيه بدرجة عالية. اوكي، هو هنا خلص عملية الريسايز للفيرشوال ماشين بتاعتي. انا هروح للهوم وهبدأ اعمل ستيبس لكرييت نيو فيرشوال ماشين. هقول له اد اختار السورس جروب بتاعتي وهسمي الفيرشوال ماشين بتاعتي وهقول له حطها لي في availability set وهختار availability set بتاعتي. هنا السايز ممكن لو قلت change من المفترض يفتح لي الخيارات اللي هي اكتر من، بس هو هنا ما فتح ليش. ممتاز، لازم اعمل refresh. هبدأ اختار availability set، هختار من هنا الريسورس جروب بتاعتي، هحط النيم بتاع الفيرتشوال ماشين بتاعتي وهقول له لو سمحت حطها لي في availability set، وهختار من هنا availability set اللي انا اعملها وهقول له هنا بقى. شايف هنا بقى هو اتاح لي ان انا اختار اكتر من CPU. فبالتالي احنا هنا لما عملنا resize للفيرشوال ماشين اللي هي ويب 1 فتح لي هنا التشوز اللي انا اختار منه CPU اكتر من واحد CPU. تمام، اهو الخيارات بالنسبة لي متاحة، ما عنديش اي مشكلة خالص. اوكي، انا برضو علشان اكون عندي خيار فيما بعد ان انا اعمل فيرشوال ماشين جديدة فهختار 1 CPU وبكده هيبقى ليا فيرتشوال ماشين جديده السايز بتاعها 1 CPU تاني. هقول له اوكي سيلكت وهبدا اتشوز ال اوبريتنج سيستم اللي انا هحطه. حط اليوزر نيم بتاعك، اوكي، باسورد بتاعتنا، هنا هيسألني البورز اللي انت عاوز تفتحها. احنا هنا قلنا داخلين نكريت فيرتشوال ماشين وهنحط عليها ويب سايت. المرة اللي فاتت طلب مننا ان احنا نفتح البورد اللي هو HTTP اللي هو 80 والبورد ال 443 الخاص بال HTTPS، فبالتالي انا ما كنتش فاتحها واضطريت ان انا ادخل للنتوركينج وافتحها من هنا. فهنا بكل سهولة انا هوفر على نفسي الوقت واقول له لو سمحت افتح لي البورت HTTP HTTPS والRDP اللي قلنا ان هو من خلاله بقدر اكونكت على الفيرشوال ماشين بتاعتي. اوكي، هروح للديسكس اقول له اوكي بريميوم SSD. ممكن برضو زي ما اتعلمنا ان احنا نغير وفهمنا ايه هو السايز وايه هو البريميوم والستاندرد وال HDD العادي، وقلنا ان في كمان في المستقبل ان شاء الله نوع جديد وعرفناه وعرفنا مواصفاته ايه. تمام، هروح للنتوركينج هيقول لي هنا السبنت بتاعك اللي هو الديفولت سبنت، اوكي، والبابليك اي بي. لو تلاحظ ان هو اداني بابليك اي بي جديد علشان اقدر كونكت بيه على الفيرتشوال ماشين ديت وسمهولي MWE2. تمام، هنا البورتات المفتوحه اللي احنا اخترناها في الستبس اللي قبل ديت، هقول اوكي. اوكي، التاجز مش بنحط تاج دلوقتي، الريفيو هيبدا يعمل عمليه كريت. هنا اوكي، قال لي ان انت الساعه الاستخدام زي ما تعلمنا وعرفنا ان هو بيطلع لي البرايس قبل ما اعمل كريت للفيرشوال ماشين بتاعتي، ربما ان انا اغير في السايز او تراجع او يعني اي حاجه. تمام، فهنا بيقول لي ان هي هتبقى تقريبا عباره عن نص ريال او ما شابه. اقول له اوكي، انا ما عنديش مشكله في الكلام ده، كريت. تمام، هو هنا خلص الستبس بتاع الكرييت فيرتشوال ماشين ويب 2. تمام، انا دلوقتي هكونكت على الفيرتشوال ماشين وهبدا احط عليها الويب سايت بتاعي زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت. وعلشان ما نطولش في وقت الحلقه انا هعمل الستبس ديت وبطلب منكم
كمان ان انتوا تعملوها زي ما اتعلمنا مع بعض في الدروس اللي فاتت، ونرجع ان شاء الله نكمل درسنا النهارده لود بالانسر.